السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحب بكم يا شباب. إن شاء الله موضوعنا اليوم بنتكلم فيه عن درس مهم بيتكلم عن الألديهيدات والكيتونات. الألديهيدات والكيتونات مركبات واسعة الانتشار في الطبيعة، بحيث تتواجد في الكربوهيدرات وفي بعض الهرمونات وفي بعض الحشرات والحيوانات. المجموعة الوظيفية في الألديهيدات والكيتونات هي مجموعة الكربونيل، زي ما احنا شايفين كده، مجموعة الكربونيل اللي هي دي في الاثنين، لو اتصلت بذرة هيدروجين يبقى دي مجموعة الوظيفية في الألديهيدات، من غير ذرة الهيدروجين بقت مجموعة وظيفية في الكيتونات. الألديهيدات هي مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون مجموعة الكربونيل طرفية، طرفية يعني متصلة بذرة هيدروجين زي ما احنا شايفين كده، دي اسمها مجموعة كربونيل بس طرفية. أما الكيتونات هي مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون مجموعة الكربونيل غير طرفية، يعني متصلة بذرتي كربون، وتكون صيغتها التركيبية كالتالي كده. أدي مجموعة الكربونيل اهي مرتبطة بذرتين أو مجموعتين ألكيل أو مجموعتين عضويتين أو بذرتي كربون وخلاص أحسن. بتشترك الألديهيدات والكيتونات الألفاتية في الصيغة الجزيئية CnH2NO، دي الصيغة العامة للألديهيدات والكيتونات بس بشرط الألفاتية، كما أن الألديهيدات أنشط من الكيتونات كيميائيا، وذلك لارتباط مجموعة الكربونيل بذرة هيدروجين في الألديهيدات، ده بيخليها أكثر نشاط. مجموعة الكربونيل متصلة بذرة هيدروجين هي في الألديهيدات، عشان كده بتكون أكثر نشاط من الكيتونات، عشان ما فيهاش الكيتونات ما فيهاش ذرة الهيدروجين، دي بتبقى مرتبطة مجموعة الكربونيل بذرتي كربون. تسمية الألديهيدات، التسمية الشائعة بيشتق اسم الألديهيد الشائع من الاسم الشائع للحمض الكربوكسيل المقابل، يعني اللي فيه نفس عدد ذرات الكربون، حيث يحل المقطع ألديهيد محل المقطع الأخير من اسم الحمض اللي هو ياء وكاف. كمثال عندنا مثلا صيغة الحمض الكربوكسيلي HCOOH، ده الاسم الشائع بتاعه حمض الفورميك، هنشيل ياء وكاف ونحط كلمة ألديهيد، يبقى ده اسمه حمض الفورميك، صيغة الألديهيد بقى HCHO اللي فيها نفس عدد ذرات الكربون اللي هي ذرة كربون واحدة، الاسم الشائع هيبقى فورمالدهايد. طيب عندنا حمض الاسيتيك، الألديهيد بتاعه هيبقى فيه ذرتين كربون برضو بالشكل ده، اسمه اسيتالدهايد. ده حمض البنزويك، الألديهيد بتاعه حلقة بنزين على CHO، يعني فيها ذرة كربون واحدة زي ما كان هنا ذرة كربون واحدة، ده اسمه الألديهيد المقابل، هيبقى اسمه بنزالدهايد. التسمية بحسب نظام الأيوباك بنسميها الكانال، الكان ونضيف ألف ولام، يعني بتنتهي الألديهيدات بإضافة المقطع ألف ولام إلى اسم الألكان المقابل اللي فيه نفس عدد ذرات الكربون. الصيغة الكيميائية للألديهيد مثلا HCHO فيه كم ذرة كربون؟ واحدة، يبقى اسمه ميثانال حسب نظام الأيوباك. طب فيه 2 كربون يبقى إيثانال، طب فيه 3 كربون يبقى بروبانال، تمام؟ طب في 4 كربون يبقى بيوتانال، طب في 5 كربون ادي 4 1 5 او يتكتب بالشكل ده يبقى بنتانال، طب كده بقى 6 كربون يبقى هيكسانال. طيب ليه ما بيعتبرش الترقيم ضروري عند تسمية الألديهيدات؟ يعني انا هنا ما قلتش 1 بيوتانال مثلا، هنا ذرة كربون، ما قلتش 1 بنتانال، ما قلتش 1 هيكسانال، لأن لازم مجموعة الألديهيد بتبقى طرفية، فلازم تبقى واحد، فما يفيش احتمال إنها تبقى 2، عشان كده يبقى الواحد ملوش لازمة، لما يبقى كتابة الرقم زي عدمه، يبقى إحنا بنفضل عدمه.
كأمثلة تانية، دي مثلا صيغة ألدهيد في الحالة دي بقى هرقم. ليه؟ لأن بقى في سلسلة تانية، بقى في تفرع من السلسلة الأساسية، تمام؟ عشان كده هرقم بذكر برقم 1 2 3 4 5، ويبقى هنا كده ده كده متفرع من السلسلة الأساسية اللي هو مجموعة الإيثيل ده، مرتبطة بذكر برقم كام؟ بذكر برقم 3، يبقى 3 إيثايل بنتانال. بنتانال عشان المركب الأساسي السلسلة الأساسية فيها 5 ذرات كربون. عندنا ده مركب تاني هنسميه ازاي؟ برضو نرقم من عند هنا 1 2 3 4 5 6، تمام. وعلى ذكر الرقم 4 في ميثايل، وعلى ذكر الرقم 2 في ميثايل تاني، يبقى على 2 و4 ثنائي ميثايل هيكسانال. المركب اللي بعده ده نسميه فينايل ميثانال. فينايل اللي هي حلقة البنزين دي، وميثانال عشان في كربونة واحدة خارج حلقة البنزين. ده كده اسميه رقم بقى عشان في سلسلة خارج حلقة البنزين، وحلقة البنزين مرتبطة بذرة الكربون رقم 3، يبقى 3 فينايل بروبانال. وهنا ده المركب ده، يبقى انا رقمت من هنا 1 2 3، معلش في لخبطة في المثال ده، خلينا في الأمثلة اللي بعده. بالنسبة للكيتونات بقى، التسمية الشائعة بتاعتها بيكتب اسم الشقين العضويين المرتبطين بمجموعة الكربونيل، عشان مجموعة الكربونيل في الكيتونات بتبقى مرتبطة من ناحيتين بمجموعتين عضويين. وبعدين نكتب كلمة كيتون زي كده، يعني ده مثلا اسمه ثنائي ميثايل كيتون، لأن دي مجموعة ميثايل، ثنائي ميثايل كيتون، دي هنا مجموعة ميثايل. ده اسمه بيسموه كده على بعضه اسمه أسيتون، الاسم الشائع المتداول، بيسموه الاسم الشائع المتداول ده اللي هو الأسيتون. طيب المركب اللي بعده عندنا هنا، دي مجموعة إيثايل ودي مجموعة ميثايل، يبقى إيثايل الأول عشان الأبجدة، إيثايل ميثايل كيتون. بعد كده المركب ده اسمه فينايل ميثايل كيتون، بيسموه أسيتوفينون، هو اسمه المتداول كده. طب لو حلقتين بنزين بينهم مجموعة كربونايل، يبقى اسمه ثنائي فينايل كيتون، بنسموه بنزوفينون، الاسم المتداول. التسمية حسب نظام الأيوبك بالنسبة للكيتونات بنسميه ألكان نون، يعني يضاف المقطع واو نون إلى اسم الألكان المقابل اللي فيه نفس عدد ذرات الكربون. لو صيغة الكيتون فيه 3 كربون زي ما احنا شايفين كده، 1 2 3، يبقى نسميه بروبانون. 4 بقى بيوتانون. 5 يبقى نبدأ نرقم. ليه؟ هنا طبعا يا إما كانت مجموعة الكربون تبقى هنا أو هنا، وفي الحالتين هيبقى رقم 2، فطالما هي رقم 2 في الحالتين يبقى ما اكتبش الرقم. هنا بقى عندي احتمال ان تبقى على رقم 3، 1 2 1 2 3، او تبقى على رقم 2، يبقى يعني في احتمالين لوجود مجموعة الكربونيل، عشان كده لازم ارقم. اقول هنا 3 بنتانون، 3 بنتانون. طب لو كان كده بقت الاون اللي هي مجموعة الكربونيل على ذكر رقم 2، يبقى 2 بنتانون. طب لو كده هيبقى واحد هنا 2 3 4 5 6، يبقى 2 هكسانون. طب كده بقى 3 هكسانون. طب المركب ده عشان اسميه برقم من الناحية الاقرب لمجموعة الكربونايل، يبقى 1 2 3 4 5 6، على ذلك الرقم 4 في مجموعة ميثايل، يبقى ميثايل 4 ميثايل، لأن على ذلك الرقم 4 في ميثايل، 4 ميثايل 2 هكسانون.
طب هنا أرقم من ناحية دي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، يبقى عندي ده تفرع على ذكر رقم اتنين ميثايل، وعلى ذكر رقم أربعة في ميثايل، يبقى على اتنين وأربعة ثنائي ميثايل تلاتة هيكسانون. اتنين وأربعة ثنائي ميثايل تلاتة هيكسانون. المركب ده فينايل إيثانون، وده واحد فينايل عشان الفينايل على ذكر رقم واحد، واحد فينايل بروبانون، واحد فينايل اتنين بروبانون، لأن كان ممكن الأون دي تبقى على ذكر رقم اتنين أو رقم واحد هنا آسف، أو رقم اتنين، ممكن لها احتمالين يعني. يعني كان ممكن المركب ده يبقى كده حلقة البنزينة اهي، وهنا سي او كده، وبعدين سي اتش 2 سي اتش 3، ده كان هيبقى اسمه واحد فينايل واحد بروبانون، انما ده واحد فينايل اتنين بروبانون، ده ثنائي فينايل ميثانون، ده الاسم حسب الايوباك، ثنائي فينايل اهو تفرعين، وميثانون اللي هو السلسلة فيها ذرة كربون واحدة. أما يجي يسألني بقى يقول لي مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون مجموعة الكربونيل طرفية، يعني متصلة بذرة هيدروجين واحدة على الأقل، اسمها الألدهيدات. طيب مركبات عضوية تكون فيها ذرة كربون مجموعة الكربونيل غير طرفية، يبقى الكيتونات. تتميز الألدهيدات والكيتونات باحتوائهما على مجموعة كربونيل وظيفية، طبعا العبارة صحيحة. تتشابه الألدهيدات والكيتونات الألفاتية في الصيغة العامة CnH2NO، العبارة صحيحة. الكيتونات أقل نشاطا في أقل في نشاط كيميائي من الألدهيدات، العبارة صحيحة. الألدهيدات أنشط عشان فيها مجموعة أو فيها ذرة كربون ذرة هيدروجين متصلة بمجموعة الكربونيل. الصيغة العامة CnH2NO تنطبق على الألدهيدات الأروماتية، طبعا خطأ، على الألدهيدات والكيتونات الألفاتية فقط. نكمل بعد كده تصنيف وتحضير الألدهيدات والكيتونات. تصنيف وتحضير الألدهيدات والكيتونات، بتتصنف الألدهيدات والكيتونات تبعا لنوع الشقوق العضوية المرتبطة بمجموعة الكربونيل، بتنقسم إلى نوعين، ألدهيدات ألفاتية والدهيدات أروماتية. الألدهيدات الألفاتية الصيغة العامة بتاعتها RCHO، والأروماتية حلقة بنزين عليها CHO. طبعا هنا واضح في حلقة بنزين هنا، من ناحية في حلقة بنزين فيه، بس في حاجة مهمة، حلقة البنزين دي مش متصلة مباشرة بمجموعة الألدهيد أو مجموعة الكربونيل، لا، في سلسلة كربونية في النص. يعني إذا مجموعة الكربونيل متصلة بسلسلة كربونية ألفاتية، عشان كده بنعتبره مركب ألفاتي ولو أنه بيحتوي على حلقة بنزين، بس حلقة بنزين غير متصلة مباشرة بمجموعة الكربونيل. يبقى إذا مجموعة الكربونيل لو متصلة بذرة هيدروجين أو متصلة بشق ألكايل أسميها كده إيه؟ ألفاتية، اللي هي مجموعة الألدهيد. بالنسبة للألدهيدات الأروماتية بتبقى متصلة مجموعة الألدهيد دي متصل هي مجموعة الكربونيل الطرفية متصلة مباشرة بحلقة بنزين، مباشرة ما فيش واسطة في النص، زي البنزالدهيد. علل يعتبر فينايل ميثانال ألدهيد أروماتي بينما الفينايل إيثانال يعتبر ألدهيد ألفات. طبعا من غير ما اكتب الصيغة التركيبية بتاعة المركبات يبقى أنا مش هعرف أجاوب على السؤال. فينايل ميثانال يعني حلقة بنزين عليها CHO، بينما فينايل إيثانال يعتبر ألدهيد ألفات. فينايل إيثانال يعني حلقة بنزين على CH2CHO، ده ألفاتي، إنما ده أروماتي آسف، إنما ده ألفاتي. ليه؟
لأن هنا مجموعة الألدهيد، مجموعة الكربونيل الطرفية اتصلت مباشرة بحلقة بنزين، بينما هنا مجموعة الألدهيد أو مجموعة الكربونيل الطرفية لم تتصل مباشرة بحلقة البنزين، في بينهم ذرة كربون، يعني هي اتصلت بسلسلة كربونية ألفاتية، عشان كده يعتبر مركب ألفاتي، لأن مجموعة الألدهيد في الفينايل ميثانال مرتبطة مباشرة بشق الفينايل، بينما في الفينايل إيثانال مجموعة الألدهيد متصلة بشق الكايل. ده فينايل إيثانال وده فينايل ميثانال، تمام. طيب التصنيف الثاني تبعا لنوع الشقوق العضوية المرتبطة بمجموعة الكربونيل، بتنقسم الكيتونات إلى نوعين، كيتونات ألفاتية وكيتونات أروماتية. الكيتونات الألفاتية هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربونيل متصلة بشقي الكايل، يعني هنا الكايل وهنا الكايل، ودي مجموعة كربونيل، تمام، زي كده، ده برضو شق الكايل كده وده شق الكايل، يبقى كده اسمها كيتون ايه؟ ألفاتي. طيب لو كان حلقة بقى، خد بالك مجموعة الكربونيل دي متصلة بايه؟ بألفاتي، ألفاتي بشقين الكايل، يبقى برضو تعتبر ألفاتية. إنما لو أروماتية بتتصل مباشرة بمجموعة أرايل أو اتنين، هنا مجموعة واحدة هنا اتنين أرايل متصلة بشقي فينايل أو بشق فينايل وشق ألكايل، في الحالة دي يعتبر أروماتي، يعني ده أروماتي وده برضو أروماتي، يعني سواء حلقتين بنزين سواء واحدة متصلة مباشرة بمجموعة الكربونيل يبقى ده اسمه كيتون أروماتي. تحضير الألدهيدات والكيتونات، بتحضر الألدهيدات والكيتونات من خلال أكسدة الكحولات الأولية بإمرار بخار الكحول الأولي على نحاس مسخن لدرجة 300 درجة سلزية أو درجة الاحمرار، يتحول الكحول الأولي إلى ألدهيد مقابل ويتصاعد غاز الهيدروجين، زي كده أدي كحول أولي اللي هو كحول ميثايل في وجود النحاس عن 300 درجة، النحاس بينتزع جزيء الهيدروجين، بينتزع جزيء هيدروجين، بيشيل ال H دي و H كمان من الاثنين دول، يدينا HCHO زائد غاز الهيدروجين، ده فورمالدهيد او ميثانال. طيب ده كحول ايثيلي او كحول ايثايل مع نحاس ل 300 درجة سلزية، هيدينا برضو اسيتالدهيد وتصاعد غاز الهيدروجين، بنشيل ال H دي و H من الاثنين دول يدينا H2، ويبقى يدينا الألدهيد المقابل اللي فيه نفس عدد ذرات الكربون، إيثانال أو أسيتالدهيد. طب ده بروبانول، كحول بروبايل برضو مع نحاس مسخن للإحمرار أو ل 300 درجة، هشيل ال H دي وأشيل H من الاثنين دول، يدينا CH3 CH2 CHO زائد H2، ده بروبانال أو بروبانالدهيد. بعد كده تحضير الكيتونات من خلال أكسدة الكحولات الثانوية بالعوامل المؤكسدة أو بالأكسجين، ويتكون الكيتون المقابل والماء، ده كده بنأكسده بعوامل مؤكسدة زي برمنجانات بوتاسيوم محمضة أو ثاني كرومات بوتاسيوم محمضة. هيحصل إيه بقى؟ إن البرمنجان الأكسجين ده من العامل المؤكسد هيتحد مع الـ HD ومع الـ HD ويطلع جزيء مية هنا، تمام، ويدينا RCO دبل بوند بالO مع R الثانية، يبقى كده حصلنا على كيتون. كمثال ده اسمه 2 بروبانول، بسخنه مع عامل مؤكسد زي برمنجانات محمضة، هيدينا بروبانون زائد مية اللي هو الأسيتون. طب ده 2 بيوتانول برضو مع عامل مؤكسد، هيدينا بيوتانون زائد مية اللي هو ميثايل إيثايل ميثايل كيتون أو بيوتانون. يمكن الحصول على الكيتون وذلك بنزع الهيدروجين بإمرار أبخرة الكحول الثانوي على نحاس مسخن ل 300 درجة سلزية، يعني ده لو سخنا برضو على نحاس، النحاس هيشيل ال H دي وال H دي ويحوله لبروبانون زائد غاز الهيدروجين. ده كده كحول بيوتايل ثانوي او 2 بيوتانول، برضو لما سخنه مع نحاس عن 300 درجة هيتحول لبيوتانون زائد H2.
بعد كده الخواص الفيزيائية للألدهيدات والكيتونات. جميع الألدهيدات والكيتونات توجد في الحالة السائلة عند درجة حرارة الغرفة ما عدا الفورمالدهيد فهو غاز. مجموعة الكربونايل في الألدهيدات والكيتونات قطبية. علق أقول لوجود فرق في السلبية الكهربية بين الكربون والأكسجين، طبعا الأكسجين هو الأعلى سلبية، فيتكون على الأكسجين شحنة سالبة جزئية وعلى الكربون شحنة موجبة جزئية، عشان كده بقت مجموعة قطبية. قطبية يعني فيها قطب موجب وقطب سالب نتيجة إزاحة الإلكترونات نتيجة اختلاف السلبية. أما يقول لي درجة غليان الألدهيدات والكيتونات أعلى من درجة غليان الهيدروكربونات المقابلة، أقول أصل المركبات دي مركبات قطبية اللي هي الألدهيدات والكيتونات بتحتوي على مجموعة الكربونات القطبية، وبالتالي مجموعة الكربونات القطبية دي بتخلي قوة التجاذب بين جزيئاتها أقوى، وبالتالي تستهلك طاقة عالية في تفكيكها، عشان كده بترتفع درجة الغليان. دي كأمثلة، طبعا الأمثلة دي مش للحفظ بس بتبين إن لو ده ألكان مثلا درجة غليانه كده بالسالب، ده ألدهيد درجة الغليان أعلى، الكحول درجة غليان أعلى طبعا عشان الكحول بيكون روابط هيدروجينية، إنما الألدهيدات والكيتونات بس قوة التجاذب بين الجزيئات بتزيد عشانها مركبات قطبية. أما يقول لي درجة غليان الألدهيدات والكيتونات أقل من درجة غليان الكحولات المقاربة لها في الكتلة المولية أو الكحولات المقابلة، هقول لأن الكحول بيحتوي على مجموعة الهيدروكسيل القطبية اللي بتكون روابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول وبعضها، إنما الألدهيدات والكيتونات ما تستطيعش تكوين الروابط الهيدروجينية لعدم احتوائها على مجموعة الهيدروكسيل. تذوب الألدهيدات والكيتونات ذات الكتل المولية المنخفضة اللي عندها أقل من 4 ذرات كربون في الماء بنسب مختلفة طبعا لقدرتها على تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاتها وجزيئات الماء. بتقل الذوبانية بزيادة الكتلة المولية، يعني كل ما زاد عدد ذرات الكربون في الجزيء كل ما قل ذوبان الألدهيد أو الكيتون في الماء. ده بالنسبة للأمثلة كده الإيه لدرجة غليان المركبات المختلفة. واضح طبعا إن الإيثانال هنا قوة التجاذب بين قوة تجاذبات قطبية، عشان كده تلاقي درجة غليان إيه ارتفعت عن الإيثان مثلا، مع إن الاتنين فيهم اتنين كربون بس ده مركب تساهمي قطبي إنما ده غير قطبي. الإيثانول طبعا أعلى من كله عشان بيعمل رابط هيدروجينية. مركبات، اكتب المصطلح العلمي، مركبات عضويه تحتوي على مجموعه الالدهيد متصله بذره هيدروجين او شق الكايل اللي هي الالدهيدات الالفاتيه. مركبات عضويه تحتوي على مجموعه الالدهيد متصله بشق الارايل مباشره يبقى الالدهيدات اروماتيه. مركبات عضويه تحتوي على مجموعه الكربونيل متصله بشقي الكايل، كربونيل متصل بشقي الكايل يبقى كيتونات الفاتيه. مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربونيل متصلة بشقي فينايل أو بشق فينايل وشق ألكايل يبقى دي كيتونات أروماتية. كده يا شباب انتهت حصتنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان.